شيخ، طلب الإنسان سؤال الله سبحانه وتعالى أمر دنياه وقد يستعجل أحيانا. نعم، هذا هو ما عليه أكثر الناس من العجلة في إدراك المطالب، والله تعالى يقول خلق الإنسان من عجل. نعم. فالعجلة في صفات الناس هي من تركيبتهم ومن صفاتهم الأساسية التي تجعلهم يستعجلون كثيرا من الخير ويقعون بسبب هذا الاستعجال في كثير من الإساءات والتقصير. أقول يجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله تعالى. نعم. وأن يعامل الرب على أنه الذي بيده الملك، الذي هو على كل شيء قدير. نعم. وأنه ما يمنعه عبده ليس عن عجز ولا عن بخل. يعني أنا لما أقول يا ربي هب لي ذرية طيبة، نعم، ولا يرزقني الله أولاد عند ذلك، أو يرزقني أولاد على غير الصفة التي ذكرت عند ذلك، ينبغي أن أوقن أن الله ما حجبني هذا بخلا ولا عجزا، فالله على كل شيء قدير. نعم. وهو سبحانه وبحمده الذي ينفق كيف يشاء جل في علاه، الغني الحميد جل في علاه. لكن من رحمة الله بالعبد أن يحجبه عن بعض مطالبه، لأن هذا الدعاء عبادة يحصل بها من الذل والانكسار وتذوق والتلذذ بالعبودية ومناجاة الله تعالى ما لا يدركه بغير هذا السبيل. ولذلك بعض السلف يقول يعني كانت فرحتي بالدعاء أعظم من فرحتي بإجابتي، لأنه لما أجيب انقطع الدعاء، في حين لما كان يدعو هو في حالة من الاضطرار والفقر وانشراح الصدر والتلذذ بمناجاة الله تعالى لا يدركها ساعة الإجابة. ولهذا من رحمة الله أن يطلب الإجابة عن العبد، فإن ذلك من تربية الله تعالى لعباده وإصلاحه جل وعلا لهم، أن يبطئ وأن يحبس عنهم بعض مطالبهم لما فيه خير لهم. وإذا أيقن العبد أن الله هو المقدم والمؤخر لن يستعجل شيئا. نعم. وإنما يسأل الله تعالى، ثم السائل الذي يجعله يصبر ويدفع كل ما يمكن أن يتوهم من نقص في الرب، إنه ما أحد قط قال يا رب وسأل مسألة من مسائل المباحة وخير الدنيا والآخرة إلا أعطى الله تعالى واحد من ثلاث خصال: إما أن يجيبه، نعم، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما سأل، وإما أن يدخرها له أجرا في الآخرة وثوابا. فلذلك ينبغي أن يؤمل خيرا وأن لا يستعجل في الدعاء، والاستعجال في الدعاء هو من موانع إجابة الدعاء. ولهذا يستحسر يقول دعوت ولم يجب لي، لكن لو استمر قد يدرك ما يريد. أحسن الله إليكم يا شيخ.